راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024. تراجع وتيرة المعارك في الفاشر وسقوط أكثر من 500 قتيل وجريح. الحادي إدريس يؤكد أنهم قدموا للمبعوث الأمريكي مقترحات لحماية المدنيين في الفاشر. الخارجية ترفض ما تضمنه بيان الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في مدينة الفاشر واتهام الجيش بالقصف الأشواعي. حاكم دارفور يعلن الاستنفار العام لمواجهة الدعم السريع بالفاشر. مستشار لقوات الدعم السريع ينفي أن تكون قواتهم قد هاجمت الفاشر. لقاء يجمع الجبهة الثورية بالمبعوث الأمريكي الخاص وأرض مقترح هدنة في الفاشر. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 2 من قادة الدعم السريع. السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تحدد بعواقب فورية مباشرة على أي طرف يهاجم الفاشر. بيريلو يدعو جميع الأطراف إلى التوجه إلى جدة والالتزام بالتحول الديمقراطي الشامل. دعوات لتدخل الجامعة العربية لاستعادة السلام في السودان قبل ساعات من قمة الجامعة في البحرين اليوم الخميس. الخارجية السودانية تنفي تصريحات المبعوث الأمريكي توم بيريلو بعدم منهي تعشيرة الدخول. الجيش يصد هجوما للدعم السريع على منطقة الأعوج بولاية النيل الأبيض ونزوح عشرات الأسر. الشمالية تجبر النازحين على مغادرة المدارس ما قرب استئناف الدراسة. برنامج الغذاء العالمي يحذر من أن فرص تجنب المجاعة في السودان تضيق بسرعة. مسؤول بالخارجية السودانية يقول إن الوساطة لم تحدد موعدا لاستئناف محادثات جدة. هيميتي يقول إن السلام يحتاج لإرادة حقيقية ليست متوفرة لدى الطرف الآخر. أثيوبيا تشهد زلزالا جديدا، وخبير يحذر من طوفان قد يغرق السودان. مجلس الأدوية بكسل يبيد 8 أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية. إدارة المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر تضبط شبكة متخصصة في سرقة التكاتك. شبكة المنظمات السودانية تطلق مبادرة لإنقاذ الأطفال مرضى السرطان. شرطة المباحث بكسل تستريد 94 عربة مسروقة والحكم على 3 متهمين بالإعدام. انقطاع كلي لشبكات الاتصال في الفاشر ومصادرة أجهزة الانترنت الفضائي. سقوط عدد من الضحايا إثر انفجار بالقرب من مدينة دلامي بولاية جنوب كردفان. وفاة الثائر أبو القاسم بعد إصابته بعبوة بومبان في موكب 30 يونيو. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.